اهلا بيكم. النبتة الطيبة بتترعرع وتفرد ضلها بالخير على الناس، والنبتة الطيبة بتكون من اصل عطاء ومحبة. في ناس بتعيش عمرها وهي بتدور ترضي الخلق، ورضا الناس غاية ما فيهاش كبير وصغير ولا غني ولا فقير ولا باشا ولا غفير، لان اللي بيسعى رضا الناس بيكون قلبه عمران بالخير والعطاء. النهاردة هكلم حضراتكم عن أمير ابن أمير، عن أرستقراطي من بتوع زمان بدايات القرن العشرين. جمع بين الثراء الملكي والتواضع والبساطة لأغلب المصريين اللي عايشهم في وقته. هو الأمير عمر طوسون اللي كان جده الأكبر هو محمد علي باشا. اتولد وعاش ومات في الأسكندرية رغم أنه اتعلم في سويسرا وزار أوروبا. كان الأمير عمر طوسون من أكثر الشخصيات السكندرية شعبية، بيقدم خدمات لأي حد يطلب منه المساعدة، وكان كرمه مضرب الأمثال. كان بيوفر لكل فلاح شغال في أراضيه الرعاية الطبية ببناء مستشفى في كل دايرة. خصص إردب من القمح لكل فرد في عائلات الفلاحين، لكل عيلة جاموسة للانتفاع بلبنها، عدد من أشجار النخيل لكل فلاح للاستفادة ببلح. الأمير عمر طوسون كان الابن الثاني للأمير طوسون ابن محمد سعيد باشا حاكم مصر وابن محمد علي. بعد رجوعه من أوروبا ورث ثروة كبيرة من أبوه وأحسن إدارتها وتنميتها، لدرجة أنه قرايبه كانوا بيدلوا أملاكهم يديرها. شاب رياضي بيتكلم 4 لغات، بيعشق تاريخ مصر الحديث وأثارها، كان عضوا في المجمع العلمي والجمعية الجغرافية. في الوقت ده كان من تقاليد الأمراء اللي بينتسبوا للعائلة المالكة إنهم ما يدخلوش في السياسة، لكنه كان بيدعم الحركة الوطنية والقضايا الإسلامية. عمر طوسون كان شديد الإيمان بالدولة العثمانية، فتلاقيه مثلا بيجمع التبرعات لأهل ليبيا ضد الغزو الإيطالي. بدأ بنفسه، اتبرع ب5000 جنيه للجيش العثماني اللي بيحارب الطلاينة، كمان اتبرع ب1000 جنيه لبعثة الهلال الأحمر المصرية اللي سافرت ليبيا. طبعا الألف جنيه ده بمقاييس زمان يطلع له كده شوف 30-40 مليون. كان بيساند الجزائر ضد الاحتلال الفرنسي، وكرر نفس الجهود ضد الاحتلال الهولندي في أندونيسيا، وقف جنب قضية فلسطين ضد سياسة بريطانيا. وكان مع إيمانه بالدولة العثمانية مؤمن بمصر والمصريين، وكان هو صاحب فكرة تشكيل وفد مصري يشارك في مؤتمر فرساي للمطالبة بالاستقلال، وساند ثورة 19 وحول أسره في الأسكندرية مقرا للقوى الوطنية. كمان اتبرع بجميع نفقات جنازة الزعيم الوطني محمد فريد طول الطريق من شوارع الأسكندرية لمحطة مصر في القاهرة، ومدفن السيدة أنفيسة بعد نقل رفاته من ألمانيا إلى مصر. كل ده حصل في جنازة شعبية استمرت 24 ساعة. هل كانت اهتمامات الأمير عمر طوسون سياسية فقط؟ الإجابة بعد الفاصل. كنت بكلم حضراتكم عن ابن الأصول الأمير عمر طوسون، ابن العيلة العلوية الملكية اللي كان شديد الإيمان بمصر والمصريين. لكن هل كان كل اهتماماته في السياسة؟ لا طبعا. الأمير عمر طوسون كان مشهورا بأعماله الخيرية، هو اللي دعم جهود الجمعية الخيرية الإسلامية اللي كانت مركزة على التعليم في أنحاء مصر. كانت مدارسها الابتدائية والكتب متاحة بالمجان للأطفال، عشان كده اتبرع ب5000 جنيه سنة 20 وجمع 15000 الجمعية. ابن الأصول اتبرع بفلات يملكها عشان تتبني فيها مدارس. شايفين ولاد الأصول زمان ولحد النهاردة برضو. فتح كلية الأداب جامعة الإسكندرية في قصر من قصوره والمعروف بنمرة 3 على ترعة المحمودية. اتبرع للجمعية الخيرية القبطية ب1000 جنيه وجمع التبرعات للمدارس القبطية عشان يتصرف منها على الطلاب المتفوقين فيها. ابن الأصول الأمير عمر طوسون كان بيصرف على عشرات الجمعيات في مصر، زي جمعية الشبان المسلمين والعروة الوثقى والمواساة والملجأ العباسي ومشيخة العلماء بالأسكندرية والمعاهد العلمية والأثرية. وكان جنب ده كله من أهم الداعمين للرياضة في الأسكندرية، ويقال أنه كان المتبرع الأكبر لبناء استاد الأسكندرية وساهم في تأسيس نادي سبورتنج. كان رئيسا دائما لنادي الفروسي،
رئيس اللجنة الأولمبية المصرية والاتحاد المصري للأندية الرياضية. اهتم عمر طوسم بالزراعة والأبحاث الزراعية، ومن خلال رئاسته للجمعية الزراعية الملكية انتجت سلالات من القطن والقمح والشعير. حط جايزة مالية مقدارها 15,000 جنيه للي يبتكر علاج لإبادة دودة ورق القطن. وعلى قد اهتمام كل ده كان ابن الأصول الأمير عمر طوسم مهتم جدا بتعليم البنات، وكان أول من نادى بإنشاء وزارة الشؤون الاجتماعية. كمان كان بيمتلك إقطاعية ضخمة حوالين خليج أبو قير، وفي من الأيام سنة 30 سجل طيار بريطاني اسمه الكابتن كول ملاحظة وهو على ارتفاع منخفض فوق خليج أبو قير، إنه شاف تكوين ضخم على هيئة حدوة حصان تحت سطح البحر. ولما الأمير عمر طوسم عرف كلم المهندسين بتحديد الموقع ده، وقدر يستخرج منها آثار خليج أبو قير الغرقانة المعروضة في المتحف اليوناني الروماني بالأسكندرية، وأشهرها تمثال رأس الإسكندر الأكبر. في أوائل الثلاثينات بدأ يكتشف 52 دير أو بقايا أديرة أثرية مهمة في خط رحلة العائلة المقدسة اللي بعد كده بقت مسار سياحي مهم. الأمير عمر طوسم كان بيصرف من جيبه على إيفاد وابتعاث الطلاب المصريين والعرب عشان يدرسوا في أوروبا. خلي بالك أنا بكلمك عن شخص مركز معايا، مهتم بالعلم بالتاريخ بالزراعة بالرياضة، رئيس فعلي أو شرفي أو عضو في أكتر من 80 جمعية ومنظمة اجتماعية وخيرية، والناس بتعزه. الأمير عمر طوسم مات في 26 يناير 1944. كتب في وصيته أنه ما يتعملوش حداد رسم عشان ما يتسببش في إزعاج أي حد، واضطر الملك ينفذ رغبته. ابن الأصول طلب أن جنازته تبدأ من الميدان المواجه لمحطة مصر عشان المعزين ما يمشوش كتير. طلب أن نعشه يتلف بالعلم المصري، ووصى أن مكتبته اللي فيها 8,000 كتاب يتم التبرع بيها للمكتبات المتخصصة. عارفين بقى والدة الأمير عمر طوسم تبقى مين؟ هي الأميرة فاطمة اللي أوقفت 6 فدادين من أراضيها عشان يتبني عليها جامعة فؤاد الأول اللي هي جامعة القاهرة دلوقتي، و 661 فدان من أجود أراضيها في الدقهلية لتغطية تكاليف إنشاء الجامعة المصرية. من أصل 3,357 فدان مخصصاها للبر والإحسان. متخيلين كل الكلام ده؟ دي قصة بنت أصول مؤصلة، هتسمعوا قصتها قريبا في هذا البرنامج. رحم الله الأمير عمر طوسم. حلقة انتهت معاكم، بكرة حلقة جديدة بإذن الله من ولاد الأصول.